احسن الله اليك شيخ صالح يقول هذا انا اعمل في الرياض وسكني في الخرج واجمع واقصر في الصلاه ما راي الشيخ في ذلك نعم تجمع وتقصر في الطريق اما اذا كنت في البلد محل العمل فانك تصلي مع الجماعه وتتم الصلاه ولا تصلي وحدك اما في الطريق نعم فتقصر وتجمع لكن اللي يلاحظ ان الخرج اليوم والرياض متقاربان صحيح. ليس بينهما مسافه قصر فتعتبر هذا انه ما بينهم الان مسافه قصر من نهايه الرياض وبدايه الخارج ما بينهم مسافه قصر نعم